السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في العائلات في آل مرار وآل حجلة على تجاوبهم وتسامحهم ومحبتهم لهذه البلد، لأن مصائب قوم عند قوم فوائده. إحنا في هذه البلد لازم نأخذ فعلا بس المحبة، تعلمنا إنه الناس تحب بعضها ونتجاوز كل الأخطاء اللي بتصير. وإحنا بني بشر يا إخوان، بصير خطأ، بس طول ما هو موجود من هالوجوه الطيبة اللي هم الكبارنا وإخوتنا الكبار، اللي لازم نعلم التسامح أولادنا ونبني هذه البلد على محبة وئام. وديمكم لنا يا إخواننا جميعا، نشكركم على تجاوبكم معنا وتعاونكم، ونشكر اللجنة الإخوان اللي معانا موجودين. وأنا بعتبر حالي، صدقوني يا إخوان، صرت من أهل هذه البلد الطيب. بارك الله فيكم الجميع وشكرا لكم. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن شاء الله بتوتوا من هاي الناس. وبارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم. نشكر الجميع الإخوة هون، نشكر أخيجا اللي نشكر برضو إخواننا اللي أجوا ساعدونا هون على الجلسة، وشكرا لكم. ونتأمل من الله سبحانه وتعالى نطلع من هون كلوب صافي محبة، نعود كما كنا بأهل المجاريع، جيران، نسب، حسب، مش مهم، بصير كل بين الناس. بس الشطارة إنه إحنا فعلا نتجاوز هاي الأمور ونظلنا في علاقة طيبة. بارك الله فيكم يا إخوان، شكرا لكم. بارك الله فيك أبو سفيان. تفضل أبو يوسف، تفضل. إخواني، أولا السلام عليكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلي وإخواني آل مرار، أقاربي وأهلي آل أبو حجر، حياكم الله جميعا. هكذا وصلنا إلى النقطة التي يجب أن نصل إليها، نقطة الصلح، نقطة التسامح والتصافح. إخواني، استمرارا لكلام الشيخ الجليل حياه الله، أريد أن أقول أن الصلح يجب ما قبله، الأمور والضغائن والأحقاد اللي كانت في قلوبنا وفي بطوننا، إذا كانت من هذه الأمور، خاصة لدى الشباب، عليهم أن يعيوا ويقوا ويفهموا أن هذه الأمور قد انتهت. الصلح هو عبارة عن صفحة بيضاء ليس على الورق وإنما في القلب، وهذا عليه حسنات، وهذا الأمر الذي يدخل في الجنة. وقد سمعنا أن قدوتنا قد بادر في الصلح قبل أن يبني مساجد وقبل أن يحث على الصلاة. إخواني، بصير بين الناس كثير إشكالات. المشكلة التي حدثت مع أهلنا يجب أن لا تكون، ولكنها صارت، ولا أريد أن أتطرق للماضي. أريد أن أقول في هذا المصاب كلمة واحدة: لو كنا واعيين وشجعان لما حصل ما قد حصل بيننا. أما ما قد حصل وشاء الله ولطف، الحمد لله رب العالمين، كادت الأمور أن تصل إلى خطوط حمراء، الشيء الذي لا يريده ولا واحد. أنا بحلف عن دار مرار وبحلف عن قرايبين وبدهم مش هذا الشيء، لكن خلص ناس العرب، إحنا تعودنا نقول ساعة شيطانية، وهذه الأمور في إيدينا يا إخوان. خلينا نتكي كما قال الشيخ، نتكي الله بأنفسنا وجميعا ندفق على الخير. اسمحوا لي باسم قرائبي واسم أهلي،
ده قال مرار وقال ابو حجري اولا ابدا بالشكر للشرطه. هذا الزلمه ابو سفيان من جلجولي ويجعل من جلجولي مبين عليه تعب وطارد امبارح واليوم وجاب الشري وكان انا بدي اكون في الصروح وبدي اكتب واسجل وما الى ذلك من امور. فحيا الله لا متحيز لا معانا ولا مع الطرف، وانما من البدايه كان انا هذه القضيه يجب ان تقف، وكان يحذر دائما في هذا الموضوع. اسمحوا لي اشكر كبيرنا وابن بلدنا واخونا على الخير ابو سفيان البركي وابو احمد صاحب الباع الطويل في هذا المساق اللي عنده دافعيه للصروح حتى وصلت جهوده في رومانيا وفي في اصلحهم في رومانيا. الله بعينك بتدفع الله بعوده. وفي الجليل وفي اللقب وفي المسلم. اخواني جلجولي طلعت من ازمه وبدناش ترجع اخرى مره في ازمه. بدي اشكر ابو حسام ابو حسام هو اللي بيشتغل مسكين واحنا بنيجي نحكي هو اللي والله على الحقيقه اشهد بالله وبضل راسنا اكبر. الله يخليك ابو حسام ابو حسام البركي. بدي اشكر القائمين على بيت القران الاخ كاين من اول ما سمع ابدا استعداده، والحقيقه من البدايه ناس كثير من القريه توجهوا لعمليه الصلح. هيك شاءت الظروف انها تتطور الى قضايا لم يرد احد ان تصل اليها. الحمد لله هذه الامور من ورانا باذن الله تعالى. واشكر الشيخ وقارئ القران المحترم واشكر اهلنا اهل مرار حياهم الله الا الذين فاؤوا للصلح وقرايبي. واخر كلمه للشباب من الجهتين، بعتبركم كلكم ابناء وابناء هذه البلد، تعالوا معنا نتعاون ونتصافح ونتسامح ونعمل فقط خير لبلدنا باذن الله تعالى، ونبقى دار مرار ودار ابو حجري معا بغض النظر عن اي مشكله موجوده معا لدعم الصلح في جلجولي. حياكم الله ويعطيكم العافيه والسلام عليكم. اسمع كلمه خفيفه ان شاء الله من ابو محمد. تفضل ابو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالجميع. أشكر الأعضاء الصلح اللي قاموا على هذا الموضوع. نشكر أهلنا وكرمنا دار أبو حجري اللي مشوا في الموضوع ووصلنا للصلح نفسه. وأيضا نشكر الأخ كاين والجميع. نشكر إيجاد في حضورنا هنا. وإن شاء الله من اليوم ننسى كل اتفاق ونبدأ صفحة جديدة مع إخواننا وأهلنا دار أبو حجري. بارك الله فيك. أنا بدي أخبر الله يبلى دليل بعد إذا شجت جوليا بأمد يكرا لنا جلجوليا ידע ימים קשים. עמדנו ועבדנו קשה מאוד כדי להביא את השקט. ואתם, אני רואה פה אנשים מכובדים ואנשים טובים ואנשים שלא צריכים להיגרר לכל הבעיות וכל הדברים שמסביב. זה מיותר. אנחנו צריכים לשנות את הסוויץ' בראש ולחשוב קדימה. וכל מה שדיבר לפני זה אבו חיג'לה ודיבר אשר הנביא מוחמד הגיע באמת למדינה. הוא הגיע קודם כל עשה סולחה שלו, קודם כל סידר את העניינים בין אנשים. אנחנו צריכים לחשוב קדימה ולא להגיע למצב הזה. אם אנחנו רוצים לאכול בורקס ולשתות שתייה, בוא נעשה את זה מההתחלה, לא נחכה לעשות בלגן. אז כל אחד שיחזיק את הילדים שלו, כל אחד שיבין שניים שלושה מהלכים קדימה, כי החיים השתנו. לא שווה להיכנס לכל המלחמות האלה. לא נעים לא בחיפושים של המשטרה ולא במעצרים ולא בהרחקות ולא בפגישות ולא בדברים האחרים. אז חשוב מאוד שבעזרת ועדת הסולחה שבאמת עובדת קשה, ומחר אנחנו מגיעים גם לסולחה בכפר קאסם בזכותם. הגעתם ומנעתם את זה, אז בואו לא נמשיך את זה, וכל הכבוד לכולם. תודה רבה. طيب يا اخوان بعد دقيقة ان شاء الله